بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والمشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم عليكم. نحب أنه نحييكم بهذه الأمسية الرمضانية المباركة، ونحب نقدم موضوع مهم جدا. سواحد من الأصدقاء دائما يسألني كل موضوع أتقدمه تقول مهم جدا، الإجابة هي نعم، الموضوع دائما المواضيع وكل المواضيع مهمة جدا إذا تعلقت بأساسيات التعلم باللغة الإنجليزية. So today's topic will be also about pronunciation and English sounds. يعني موضوعنا لهذا اليوم راح يتعلق أيضا بالpronunciation اللي هو التلفظ، والEnglish sounds والأصوات باللغة الإنجليزية. So today I will focus on few things. اليوم راح يكون تركيزنا على أشياء محددة لأن حتى تستوعب الحلقة القصيرة اللي عديناها لكم هذا اليوم. إنه مجموعة حروف تنطيني صوت واحد، يعني الراد من عندنا اليوم تركيز. So I'll start today. أول ثلاث أحرف اختاريناها لهذا اليوم هي D G E. الأحرف الثلاثة D G E مجتمعة تنطيني صوت ج. نأخذ أمثلة: edge, pledge, sledge, dodge, fridge, so on so forth. Okay، نقدر نستمر بالأمثلة. دائما هاي فشي ثابت، الأحرف الثلاثة دي جي إي تنطيني مجتمعة صوت ج. ج أوكي، ج دي جي إي ج. إج، بلج، سلج، داج، فريج. أوكي، الموضوع الثاني سوري المجموعة الثانية جي إتش تي. جي إتش تي تنطيني يا صوت ت. ت يا صوت تنطيني ت. اوكي، ناخذ امثله: لايت، تايت، رايت، فايت، ويت، سو اون سو فورث. اوكي، اذا الاحرف الثلاثه مجتمعه جي اتش تي تنطيني صوت ت. صوت ت. اذا اجاني حرفياً مجتمعات مثل اس اس، زد زد، دبل ار، دبل ال، نلفظهن كانه حرف واحد، كانه حرف واحد أو صوت لحرف واحد. أمثلة: loss, cross, mass, moss, so on so forth، وهكذا. أوكي، هذا الحال ينطبق على الحرفين دي دي أو دبل دي. نقراهن add. البعض من الطلبة عندي كان يقراها added، فمن أقول أقول أستاذ مو دبل دي. No, when you have double letters put or juxtaposed next to each other، إنه مكتوبات واحد صف الثاني نلفظهم كأنه حرف واحد. إذن add, super add, rud, rud, rud اللي هي طبعاً واحدة من أنواع الفريش ووتر فيش، واحدة من أنواع السمك النهري. شوية ننتقل انتقالة هسه، عندنا هسه تقريباً كل الأصوات اللي تناولناها كانت شنو؟ أصوات صحيحة. أوكي، هسه راح ننتقل إلى الأحرف مجتمعة تنطيني شنو أصوات علة. مثلا دبل إي تنطيني فيل، إي صوت إي طويل، فيل، ويل، so on so forth. ناخذ الحرفين إي أي، إي أي، إي أي مجتمعة تنطيني هم صوت إي طويل، تي، سي، فلي، so on so forth، وهكذا. هسه واحد يقول لي زين مو اكو استثناءات للقاعده مثل bread. Yes، الكل قاعده لها شنو exceptions. Today we will try to focus on the general thing. هسه احنا اذا تمكنا من تحقيق الشيء العام زين، هذه راح نتغلب عليهن مع الممارسه والوقت، the practice and continuity of speaking English. زين نستمر. خلينا نقول فد new combination اللي حرف الاي متبوع بحرف صحيح، اوكي، consonant letter زائد اي final واي بنهاية الكلمة، شو ينطيني؟ ينطيني صوت اي اللي هو الديفثونج. الديفثونج اللي هو صوت علة. اوكي، مثال: aisle, while, dial. اوكي، هذه شلون تحققت عندي؟ اي حرف صحيح زائد اي بنهايه الكلمه ينطيني هذه الصوت.
بعد عندنا مجموعة أصوات اللي تتحقق من خلال هذه الأحرف. عندنا الـ A-Y تنطيني صوت A مثل إيش؟ مثل say, way, bay, pray, okay. بعد عندي الـ O-Y والـ O-I مجتمعة تنطيني صوت, تنطيني صوت الـ O-Y مثل boy, toy, boil, foil, toil, so on and so forth, okay. فمنهجنا القديم كان يتطرق لهذه الأمور, منهجنا الجديد لأنه يعتقدون أنه كوميونيكاتيف تواصلي, فيقولون أنه هاي الأمور تتحقق من خلال أنه اطلاع الطالب وقراءة المدرس وغيرها. إذن اليوم حاولنا أنه نسلط الضوء بصورة مختصرة جدا على بعض التيبس, useful tips that will benefit each one, like English learners, like students, teachers, whatever. نتمنى تكون استفدتوا من هذه الحلقة القصيرة لهذا اليوم. إذا عجبنا الفيديو نضغط لايك أو نشارك, نسوي سبسكرايب, نشترك بالقناة. إلى أن يتجدد لقائنا بكم أعزائي الطلبة والمشاهدين, تحية لكم ورمضان مبارك, في أمان الله وحفظه.